لما بكون قدام المايك والناس بتكلم دي اكتر حاجه بتبسطني. جميل، خلاص اجري ورا سعادتك واخرجي بره الاوضه دي، ارجعي شغلك مع زمايلك، اقعدي مع اهلك اتكلمي معاهم. التفاهم الانساني يا ملك هو اللي بيحل المشاكل اللي جوانا، وبيقولوا اللي يشوف بلاوي الناس بتهون عليه بلوته. انا نفسي، بس كل ما بكلم مع حد بحس ان محدش فاهمني ولا حاسس بيا. شخص واحد بس اللي كان بيفهمني، بس بعدنا عن بعض. تقصدي طارق طليقك؟ حتى طارق ما كانش بيفهمني. امال مين؟ واحدة أعرفها من وأنا صغير. صاحبتك؟ طب بعدتي عنها ليه؟ أنا ما بعدتش عنها، هي اللي اختفت. اختفت؟ كلمة غريبة أوي. تقصدي عزلت أو راحت مدرسة تانية؟ معرفش، أنا صحيت يوم الصبح ملقتهاش. مفتقدها؟ أوي، حاسة إن هي لو كانت جنبي ما كانش في أي مشكلة ممكن تهزمني. طب ما تحكيلي عنها شوية. أنا خلاص بقى تعبت. بتهربي مني ولا إيه؟ لا أنا بجد تعبت. أنا بقالي كتير قوي ما اتكلمتش كتير كده. ماشي، موافق. عموما أنا مش مستعجل، هكتب لك شوية حاجات تساعدك على اللي أنت فيه. بس اعملي حسابك بقى المرة الجاية مش هنتقابل هنا. بس أنا مش هقدر أجيلك العيادة. مين قال العيادة؟ إحنا هنتقابل في كافيه زي أي اتنين صحاب. صباح العسل والورد. صباح النور يا عم. عاملة إيه؟ أنت إيه اللي جايبك من هنا؟ قالوا لي أنت قاعدة في الجنينة، قلت أجي أقعد معاكي أفكك أسليكي. إيه ده؟ مين ده؟ انت مالك؟ مين ده؟ بس يا عمر انا ابن خالتك وبقول لك مين ده اللي في اوضتك؟ دكتور هشام، الدكتور النفسي اللي بيتابعني. دكتور نفسي يا مكه؟ ايه الهبل ده يا مكه؟ دول نصابين يا حبيبتي. لما قصدي دكتور الحق حق، افشل طلبه طب في الدنيا هم اللي بيخشوا طب نفسي، يا دوب بيبتسم ويقعد يلغي مع العيانين واي نصب. عمر انا اسفه يا دكتور، هو عمر كده دايما بيحب يهزر. مفيش مشكله. معلش يا دكتور من غير هزار ولا بتاعنا، ليا سؤال. حضرتك دكتور ايه؟ انا دكتور نفسي. واما انت دكتور نفسك بتتدخل في نفسيات غيرك ليه؟ عمر بس ميرسي يا دكتور. معلش. تمام، وزي ما اتفقنا. طيب ماشي. تمام ايه؟ واتفقتوا على ايه؟ وايه الجاكيت ده؟ وايه في ايه؟ يا ريت انت كمان بقى تتفضل عشان انا تعبانه وعايزه انام. لا اتفضل. اتفضل فين؟ ده انا عامل لك بروجرام يا باشا. اول حاجه هنروح الملاهي، نركب الصاروخ، نتمخمط سوا، نضحك شويه، ونطلع بقى بعديها معايا تذكرتين تزلج على الجليد. ايه تزلج؟ عمرك ما تزلجتي قبل كده؟ لا ما اتزلجتش قبل كده. طب انا بقى اتزلجت وبقول لك كانت حاجه عسل، هنروح نتزلج انا وانت وبعد كده نشوف هنعمل ايه بعديها. يلا. لا مش عايزه يا عمر. ليه يا مكة؟ لا يا عمر مش عايزه، عايزه انام. طب نروح سينما. لا يا عمر. طب نتغدى سوا. لا يا عمر عايزه انام. احكي لك حدوته بقى. اختاري بقى، احكي لك سنو وايت ولا احكي لك السمبوسك والكلب؟ عارفها؟ السوق بقى وحش قوي يا متر. الناس عايزه تاخد بضاعه وما تدفعش فلوس. المهم ادي الشيكين ومعاهم جواب رفض البنك. وانا بكره هرفع قضيه ونحدد جلسه، وان شاء الله في خلال شهرين هناخد حكم. بس خلي بالك القضيه هتبقى ضغط عشان يدفع، يعني لو في اي فرصه للتفاوض يا ريت نستغلها. التفاوض هيجي ان شاء الله بعد الحكم. انا عارف كده كويس، بس المهم الموضوع ده انا عايزه يخلص في اسرع وقت. يلا مش هعطلك. اتفضل يا صالح بيه. شوف يا متر، أنا عارف إنه كده كده هيدفع، بس هو اليومين دول بيحاول يدور الفلوس في السوق عشان يعمل منهم أي مصلحة، ووقت ما الحكم يكون معانا القصة دي كلها هتخلص. وأنا من ناحيتي هحاول أسرع الإجراءات على قد ما أقدر. ماشي، يلا مع السلامة. مع السلامة يا صلاح بيك.
اخيرا خطرت على بالك. اسكت يا ياسر، انا ميتة من التعب. ايه مالك بس؟ في ايه؟ الدنيا بقت اصغر من خرم الابل. انا مش فاهمه الناس جرالها ايه. هم عايزين ايه اكتر من ان الواحد يبقى شاطر ومجتهد في شغله؟ ولا هم فاكرين انهم هيشترونا بالمرتبات اللي بتدفعها لنا دي؟ انت في حد ضايقك ولا ايه؟ ايه هتتخانقي عشاني؟ يا سلام، ما انت عارفه ان انا ممكن اعمل اي حاجه عشانك. طيب يا هتتخانق عشاني بقى، يبقى هتلف على ثلاث شركات ومكتبين. موافق. تحب نبدا منين؟ انت صدقت ولا ايه؟ روح اقعد، انا بهزر معاك. ما تخافش عليا، انا ما حدش يقدر يكلمني بطريقه ما تعجبنيش، بعرف ارد واخد حقي. طب وعلى ايه تعب القلب ده يا بنتي؟ ما تيجي تشتغلي معايا في المكتب. يا ياسر انا مش عايز اخد فلوس ما استحقهاش. انت عايزني اشتغل معاك عشان افضل جنبك كده وقدامك على طول، مش عشان محتاجني فعلا. انت مين قال لك كده؟ ما انت عارفه ان من ساعه ما صبحي ما مشي وانا ملبوخ اخر لبخ ومحتاج سكرتيره تظبط لي مواعيدي، يعني هتشتغلي وتتعبي كمان. انت ما سمعتش المثل اللي بيقول صاحبك اللي بتحبه اللي تعامله ولا تناسبه؟ انا مش عايزه اي تفاصيل تخش في علاقتنا تبوظها، وبعدين انا ما فهمش حاجه في شغلك. سوري، فيهم حاجه مهمه دول؟ كلهم مهمين، بس دول شيكين ب 2 مليون جنيه بتوع عميل. يا نهار اسود، وعايزني اشتغل معاك؟ ده انا خرب بيتك في ربع ساعه. فباك كل حاجه، هاتي لي بس مناديلي. خد. بقول لك ايه، انت اكلتي؟ اه، اكلت ساندوتش من شويه عشان اكافئ نفسي على الشغلانه الجديده. انت اشتغلتي اهو؟ اه، راجل طيب قوي، عنده مخزن خشب في الموسكي. بس ده شغل صعب عليكي. انت فاكرني اشيل خشب ولا ايه يا ياسر؟ ده شغل سكرتاريه واداره. ايوه انا فاهم، بس انا بقول يعني ان المعامله مع السواقين والعمال مش سهله. ما انا عارف، بس الحاجه كرم مديني كل الصلاحيات ومحسسني اني زي بنته بالظبط. اسكت يا ياسر، انا ما صدقت الاقي الشغلانه دي، انا فرحانه قوي. خلاص، يبقى النهارده نخرج ونسهر ونحتفل. لا مش هينفع للاسف النهارده، انا عندي شغل بكره الصبح بدري قوي، في عربيات جايه من المينا الساعه 5 ولازم ابقى موجود. 5 ايه؟ 5 الصبح؟ ده بدري قوي. مفيش حاجه ببلاش، شغلانه محترمه بس متعب. بص انا ما عنديش حاجه بكره، اعدي عليك وتعزمني؟ لا بكره مش هينفع. مش هينفع ليه؟ وراك حاجه؟ مواعيد. مواعيد؟ مواعيد اهم مني؟ ده سر بقى ولا ايه؟ لا يا سر ولا سر ولا حاجه. فريده كاتبه كتابها بكره ولازم احضره. اه، وطبعا فريده ما بتطقنيش فانا ما ينفعش احضر. على فكره انت فاهمه فريده غلط خالص، فريده بتحبك جدا. احلى حاجه فيك انك ما بتعرفش تكذب. طب ايه رايك بقى ان انا هخليها تكلمك وتعزمك بنفسها؟ دعاء اتفضلي. لا مش هينفع اخش، انا عايزه الامتحان هنا. ايه الجنان ده؟ ده كلام يتقال على الباب. ادخلي يا دعاء. اديني دخلت. هات لي الامتحان بقى، انا مستعجله قوي، لسه هروح اذاكره. مش لما نتكلم الاول؟ انا في كلام كتير قوي عايز اقوله لك. لا مش هينفع نتكلم هنا، نبقى نقعد في اي حته تانية نتكلم فيها. اه، يبقى مفيش امتحان غير لما تقعدي وتسمعي. مش عاجبك امشي. اتفضل قول لي عايز تقول ايه. دعاء انا معجب بيك قوي، معجب بكل حاجه فيكي، عينيكي، شعرك. انت جايبني هنا عشان كده بقى، وتلاقيك اصلا معكش امتحانات. امال ايه ده؟ استاهل ايه بقى عشان الامتحان ده؟ استاهل. سوري يا دكتور، اصلي ماليش في الجو ده. يا بنت انت ايه اللي نزلك؟ انت محدش يقدر يقول لك تلت التلاتة كام؟ هتم تعبانة يوم ما تستريحي. انا محدش غصب عليا ينزل، انا اللي زهقت من الرقدة والقعدة في البيت، وتنزل اشوف بني ادمين وغير جو. نابك طلع على شونة. هنا يا اختي مفيش بني ادمين. يا بنت اسمعي، طه ادام راكبة دماغك يبقى تستريحي، تقعدي برنسيسة ما تشتغليش. حط لها السلامة يا قروصة، يا رب يكون أهلنا. بقولك يا أبلة، عزة ما نزلتش النهاردة، عزة أجازة وطلباتها ومشاربها عندي. ده من إيه ده بقى إن شاء الله؟ هو كده وأنت ليك أكل ولا بحلقة؟ ما تخليني ساكتة بقى وكاتمة في نفسي. البت تعبانة يعني مش حمل شغل ووجع قلب. ماشي يا قطة، أما نشوف آخرتها معاكوا أنتوا الاتنين. يلا يا بت. بالراحة على شمس عشان ما تحطكيش في دماغك يا بلبل. هتعمل ايه يا اختي ان شاء الله؟ انا هيسقطوك يا قرد. فكك يما، انا بعرف اظبط نفسي. ولا يا حمدي،
ولا بيرة سخنة هنا. الباشا قاعد لوحده ليه؟ أهلا شمس، جيتي في وقتك، كنت عاوز أسألك على عيشي. ده حب ده يا باشا بقى ولا غرام ولا إيه بقى بالظبط؟ لا أبدا، بنت عادتها لطيفة، هي ما جاتش الليلة؟ لا أنا ما شفتهاش، بس عيش زبونة، تيجي وقت ما تحب. هجيب لك البت بلبلة، بت دمها زي العسل. لا، بت بلدي وصوتها عالي وبتخبص في الكلام. في أحلى من البلدي يا باشا، طعم زي طبق الكشري، كله مشطش. تقيل على معدتي ما استحملوش. أنت شاور لي بس على أي واحدة تعجبك وأنا أجيبها لك. لا شكرا ليكي، خليني كده أحسن، أنا لما أعوز حاجة هطلبها منك. يشوقك يا باشا. هو انت عملتي حاجه غلط؟ لا طبعا، بس انا حاسه ان الدنيا كلها بتعاملني على ان انا غلطان، حتى لو ما قالوش ده انا بشوفه في عينيه. يا مكر حبيبتي ما تدفعيش تمن حاجه انت ما عملتيهاش. صافي انا اتطلقت، فاهمه يعني ايه اتطلقت؟ ملك انت مش اول ولا اخر واحده تتطلق، بتحصل، مش نهايه الدنيا دي. ما الكلام سهل، انت اصلك مش حاسه باللي انا حاسه فيه. ما بتشوفيش بصة ماما ليا وهي بتتصعب عليا، ما بتشوفيش بصة بابا وهو بيلومني. يا شيخة حبيبة قلبي ما تبقيش حساسة اوفر كده، انتي عارفة مش هيطلعك من المود ده غير الشغل. ارجعي الشغل يا ملك. لا طبعا يا صوفي انا مش جاهزة، مش هقدر استحمل نظرات الناس ليا، اللي هتبقى شمتانة واللي هبقى صعبانة عليه واللي هيبقى عمال يسأل ليه ومش ليه. لا لا يا حبيبتي حتى لو ده حصل هيبقوا أول ساعتين ولا يمكن حتى أول يوم، بعد كده خلاص. والله العظيم يا ملك كل حاجة هتنسي. تفتكري؟ لا ما افتكرش. يا بنتي أنا متأكدة، أنت عارفة جالك كام إيميل وكام رسالة بيسألوا فيها عليكي؟ بقولك إيه؟ تيجي تنزلي ترجعي الشغل وتقدمي حلقتك وتعملي مفاجأة للكل. لا طبعاً يا صوفيا أنا لسه مش جاهزة. ملك هتجيبي من الاخر، انت خايفه تقابلي طارق؟ انت لسه بتحبيه؟ مش عارفه. عموما هو سافر. سافر؟ انت عارفه كان جاي له عرض شغل في قطر، هو كان بيرفض، جه امبارح لما حكته وسلم عليه. بتهيألي بقى يا ملك تركعي الشغل، ملهاش لازمه الحبسه دي. انت كمان وحشتيني قوي قوي قوي. جبت لك الايس كريم اللي بتحبيه. والله انت حبيبي يا خالد. امال ماما فين؟ ماما قافله على نفسها اوضتها بقى لها يجي ساعه، ما اعرفش بتعمل ايه. هتكون بتعمل ايه يعني؟ تعالي تعالي نشوف الست دي بتعمل ايه. شوف. خمس دقايق وخارجه يا حبيبتي. واذا كان حبيبك مش حبيبتك هتخرجي بعد قد ايه؟ ياسر ادخل يا ياسر. ازيك يا حبيبي؟ استني استني استني، ايه الحلاوه دي؟ يخرب بيت جمالك يا دكتور. بجد حلو؟ ايه رايك يا لوجي؟ يلوح يا ماما يلوح. انا مش فاهمه مش فاهمه بتجيب الكلام ده منين؟ طبعا زي القمر، الواد ده امه دعياله على فكره. مش قوي كده يعني. شكلك فرحانه يا فريده. قوي يا ياسر. انا بقالي كتير ما حسيتش بالفرحه قوي كده. ربنا يفرحك كمان وكمان. يلا لوجي يلا روحي كل الايس كريم اللي جبته لك. يا سلام، انت زي كل مره بتوزعني. خلاص انا بقى هوزع نفسي. يلا يا بنتي يلا. ايه يا استاذ شكلك جاي عايز حاجه؟ بصراحه كده انا عايز اطلب منك طلب وخايف تكسفيني. لا انت النهارده تطلب زي ما انت عايز، مش ممكن اكسفك. يا بركاتك يا شيخ علي، انا عايزك تكلمي حد وتعزمي على فرحك النهارده. عايشه مش كده؟ طول عمري ذكيه.
هتعزميها؟ بص انا رافضه الفكره ورافضه ان انت لسه بتعرفها. يعني مش موافقه؟ لا موافقه بس ليه شرط. موافق عليه طبعا. في بنت في كليه الحقوق عايزاك تشغلها في مكتبك. هاتي تليفونها حالا وانا هكلمها تحايل عليها انها تشتغل معايا. لا اتصل بعشق الاول وانا هعزمها بنفسي. ملك. ايوه بابا. انت رايحه فين؟ رايحه الشغل يا بابا، هقدم حلقه النهارده. بجد؟ برافو عليكي، هايل. مازن مازن، هي الحلقه بتاعتك مش كانت الصبح؟ لا ما هي خريطه البرامج اتغيرت بقى من 9 ل 10. اه كويس قوي، هايل. الله الله الله، ايه ده انا فاتني كتير ولا ايه؟ ايه؟ انت خارجه يا موكا؟ راجعه الشغل. يلا البس هدومك عشان توصل اختك. بس كده عنيا هنط في الهدوم واجيلك. لا مازن خليك انت، انا عايزه اروح لوحدي، عايزه اتعامل عادي زي الاول، مش عايزه اتعب حد معايا. تتعبي مين يا ماما؟ انا اخوك يا ماما. سيبها براحتها، روحي يا موكا واحنا نقعد كلنا نسمعك. عايزاها حلقه تجن دي، حلقه العوده بقى ان شاء الله يا ماما. حاضر باي. اهلا يا باشا. اهلا يا شمس. لا انا خايفه اتعود على وجودك هنا كل يوم. بقول لك ايه، تحب تقعد على البست ولا تخليك هنا في الروقان؟ انا عايز اقعد في الحته دي، حاسس ان فيها حاجه جديده. ما بلاش ثلج يا باشا، جواها غامق النهارده. بقول لك ايه، قعدك مع البت توتا، بت دمها زي السكر ما بتبطلش ضحك. انا عاجبني الجو الغامق ده قوي. شوقك يا باشا، تعال اتفضل. ساندي الباشا عايز ينبسط، فكيها كده وروقيه. شو قلت لك يا باشا؟ سيبيني على راحتي. راحتك اتفضل. يلا نقسمه سوا. هو ايه ده اللي نقسمه سوا؟ الحزن اللي مالي عينيك. ولا نقسمه ازاي بقى؟ بقول لك ايه، شكلك جاي تلبسه، شوف لك ترابيزه تانيه، انا دمي تقيل النهارده. بالعكس، كل الحكايات اللي في عينيكي بتقول ان احنا نبقى اصحاب. اقول لك على حاجه، يلا انا احكي لك حكايه وانت تحكي لي حكايه، وفي الاخر نشوف حكاية مين أكتر حزن من التاني. ولازمته إيه بقى ننكد على بعض؟ لأن أنا محتاج حد يسمعني، وأنت شكلك محتاجة حد يسمعك. إيه؟ أبتدي أنا ولا تبتدي أنتِ؟ ماشي، ابدأ أنت. من 30 سنة وقعت في الحب. ممكن يتغير فيا؟ أقول لك، أول حاجة لو كان مساء الخير يا جماعة. يا موكا الحمد لله على السلامة يا ملك. الحمد لله على السلامة. نورت مكانك يا شيخة. كان الحمد لله على السلامة. ملوش طعم من غيرك. الحلوة دي ربنا يخليك. وحشتيني قوي والله. وانتوا كمان والله. والله العظيم يا ملك أنا قلت لطارق قبل ما يسافر إنه خسر أكبر خسارة في التاريخ. ربنا يكتب لهم الخير هما الاثنين يا حسن. طيب يلا فاضل 5 مينتس وتطلع على الهواء. يلا سيبوها تجهز بقى. يلا. لا هي طبعا هي صديقة وأنا كان فاصل طويل قوي، بس انا رجعت لكم تاني في برنامجكم ساعة مع ملك ومذيعتكم اللي بتحبكم ملك عاصم. وحشتوني. واحنا جايين هنا ليه؟ مش هنروح المكنة بتاعتك؟ المكنة؟ دم خفيف يا ساندي، احنا مش هنروح البيت، احنا خارجين نتفسح، نقعد قعدة حلوة، نتكلم، تشتكي لي، اشتكي لي. باشا، هو انت مش عايز؟ ولا انا مش عاجباك؟ بالعكس، انت عاجباني جدا، ونفسي نبقى اصحاب. انا مش فاهمة حاجة.
بصي، أنا بقالي سنين قافل على نفسي من ساعة مراتي ما ماتت. محتاج حد أنبسط معاه وينبسط معايا. يعني أنت لما تبقي مبسوطة أنا كمان هبقى مبسوط. قوليلي نفسك في إيه؟ مش عارف، عمر ما حد سألني نفسي في إيه. وديني سألتك أهو، نفسك في إيه؟ نفسي أشوف البحر. يلا بينا على اسكندرية. سهلة كده؟ سهلة قوي. هنروح اسكندرية ونشوف البحر وناكل سمك هناك. يلا يلا. يا حبيبتي يا خالتي. اهلا حبيبي. عاملة ايه؟ الحمد لله. انت قصرتي ولا ايه؟ ولا. عاملة ايه؟ وحشتيني. وحشتك. وحشك ايه يا عمر؟ ده انا بشوفك اكتر من ماسك. طب انت ما بتجيش تزورينا ليه؟ مفيش مرة كده تاخدي ملوكة وتيجي تقعدي زي الاول كده نقعد نرغي؟ ده انا من ساعة ما رجعت من السفر ما عملتهاش مرة. ما انت شايف المشاكل اللي احنا فيها. اه والله، ده انتوا المشاكل اللي طرداكوا. مالك فين؟ في إذاعة. بجد؟ هي رجعت الشغل؟ ده انا هروح لها على هناك. تعالي هنا اهو، دي كلها نص ساعة وهتيجي. لا تيجي فين؟ انا هاخدها من بره ونطلع نحتفل سوا. يلا باي. باي حبيبي. يا ابني ما تصبر شوية، كلها دقيقتين وهتخرج. ما انا صابر اهو يا ياسر، هو حد صبر قدي؟ ألف مبروك يا عروسة. الله يبارك فيك يا علي. بسم الله الرحمن الرحيم. معلش يا استاذ، بس ممكن 5 دقايق عشان في ناس جايه. مش هيجرى حاجه لما عشقي تيجي واحنا بنكتب الكتاب. معلش يا فريده، مش هيجرى حاجه لو اتاخرنا 5 دقايق بس، اصلي مستني حد مهم. حد مين يا علي؟ الشاهد التاني. اهي جت اهي. يا حبيبتي اتاخرتي ليه؟ مش قوي يعني. كانوا هيكتبوا الكتاب من غيرك. مبروك يا فريد. الله يبارك فيك. يلا يا استاذ ابتدي. لسه ال5 دقايق ما خلصوش يا فريد، مش هنقدر نكتب الكتاب من غير الشاهد التاني. وبعدين اصل انا مجهز لك مفاجاه هتثبت لك قد ايه انا بحبك. علي انا ما بحبش المفاجآت. لا لا لا، دي مفاجاه ما تخوفش خالص، انا متاكد انك هتحبيها. اهو جه. ازيك يا عم صبري؟ اتفضل. ألف مبروك يا دكتورة. ألف مبروك يا حبيبتي. جابك هنا؟ عايز مننا ايه؟ مين ده ياسر؟ ازيك يا صافي؟ اخبارك ايه؟ المفاجأة الحلوة دي؟ والله جاي الملك، هي في استوديو. ها؟ لا لا لا، ملك مش بك. يعني مش يعني خلاص انت ما بتعملهاش. طب انا بعت لها مسج وقايل لها انا جاي في الطريق. ايه العبط ده؟ طب ما هي يمكن ما شافتش المسج يا عمر. مفيش مشكله، انا نازله. تحب اوصلك في حته معايا؟ ماشي، هو احسن من التاكسي. بقول لك ايه، ما تاخدي دي. كيوت شبك ده ليه يعني؟ لا كاتلي مالك بس بدل ما تكلمي. يلا خد. بقول لك ايه. نعم. هي ما قالتلكيش رايحه فين تاني؟ والله وانت مفيش غير السيره دي. بسأل سؤال ما تجاوب. انت كنت عارف اكيد متفق معاه. اقسم بالله ابدا، انا اتفاجئت زيك بالظبط. يقصد ايه بالحركه دي؟ يقصد يقول لي ان انا اقل منه، مش كده؟ علي قصده يقول لك انه قابلك بكل مشاكلك، بابوكي. اذا كنت انا من
مش قابلاه لغايه دلوقتي، هو هيقبله؟ لا ده قاصد يذلني ويوريني نقطه ضعفي ويضغط عليا. فريده علي بيحبك واكيد ما يقصدش اللي في دماغك ده. هو انا ليه ما فيش حاجه بتكملي؟ هو انا مش من حق افرح؟ انا مش عارفه اتكلم معاكي وانت بالعصبيه دي بصراحه. وانا كمان مش عايزه اتكلم معاك، من فضلك بقى سيبني لوحدي واطلع ماشي الراجل اللي بره ده وماشي علي كمان واقول له خلاص انا مش هتجوز. طيب ممكن تهدي عشان ما تاخديش قرارات وانت منفعله؟ انا مش ههدى غير لما الراجل اللي بره ده يمشي. اطلع ماشي من بيتي حالا. حاضر يا فريده، حاضر. ايه يا ياسر اللي بيحصل؟ لوجي يا حبيبتي، خش على اوضتك يلا عشان تغيري هدومك وتنامي. ورده دخليها. معلش يا استاذ انا بعتذر لك، هنضطر ناجل كتب الكتاب، فريده تعبانه شويه. لعل المنع يكون خير باذن الله. تشرفتنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايه يا ياسر اللي فريده بتعمله ده؟ هي لغت كتب الكتاب؟ ايوه لغته بسبب عمايل. عمايل انا جبت لها باباها يحضر كتب كتابها، بقى غلطت؟ ايوه غلطت. انت عارف ان احنا مقاطعين الراجل ده من زمان. يا ياسر الراجل ده يبقى ابوكو، يعني الصح ان احط ايدي في ايديه. خلاص يا علي روح حط ايدك في ايديه، بس مش هتتجوز فريده. طب انا هخش اتكلم معاها. انا قلت لها كل حاجه انت ممكن تقولها. فريده متعصبه دلوقتي جدا، ولو دخلت لها ممكن ما يبقاش فيها رجعه. انا عارفها كويس وعارفه للدرجه دي. امال انت فاكر ايه؟ هو راح فين؟ هيقعد يعمل ايه بعد اللي اختك عملته؟ عشق خدته ونزلت. عشق؟ انجز بقى عشان اقول الكلمتين. صافي قولي لي بصراحه رايك فيا ايه؟ دم تقيل؟ بالعكس انت دمك خفيف قوي، بس الواحد بياخد وقته عبال ما يكتشفك. طب شكلي وحش؟ بالعكس برضه، قصدي يعني ملامحك مصريه قوي. والله انت بنت حلال يا صافي، وانا قلبي ارتاح لك من ساعه ما عرفتك. والله وانت كمان ارتحت لك قوي 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 يا عمر. طيب انا مش هطول عليكي وهقول لك على الموضوع اللي انا كنت عايزك فيه بسرعه. اتفضل. طبعا طبعا انت عارفه ان انا لسه راجع مصر قريب. والحمد لله بكسب كويس، وده يسمح لي ان انا افكر في الجواز. عمر اللي يتكسف من بنت عمه يطلع عين امه. الله بقى يا عمر، ما بحبش الطريقه دي، مش متعوده على الكلام ده. انت شكلك قديمه قوي وهتتقابيني. لا يعني ده انت دخلتك كده تخوف خالص. طيب من الاخر، لو انا تقدمت الملك عشان اتجوزها تفتكري هتوافق؟ ملك؟ ايه رايك؟ معرفش. طب ممكن تساعديني؟ ممكن تساليها تجسي النبض؟ انتوا برضو بنات مع بعض. عايز تتجوزها؟ روح اسالها هي، انا مش مرات خالها عشان اسالها لك. ايه ده في انت رايحه فين؟ ماشي. طب مين هيدفع الحساب؟ دي مجنونه دي ولا ايه؟ لو سمحت لف لي دول تيك اواي. انا مستغربه ازاي ياسر قدر يعاملك المعامله دي؟ أنا عذرة بنتي، عايزك أنت كمان تعذري، بالذات بعد ما حكيت لك الحكاية. أيوة بس أنت مظلوم ما عملتش حاجة. دي بس بتقولي كده عشان أنا صعبان عليكي، إنما آسر وفريدة عاشوا الحكاية دي يوم بيوم، وجعتهم كتير أوي عشان كده صعب يصدقوني. أنت بتدافع عنهم وهم جايين مع الدنيا عليك كده؟ ولادي، ولادي وبحبهم، كان نفسهم يبقى ليهم أب ما تتسجنش عشان يتشرفوا بيه قدام الناس. انت طيب قوي يا عم صبري، يا ريتهم يعرفوا ده ويحسوك زي ما انا حاسك دلوقتي. انت كمان بنوته زي القمر، وانا ما اتمناش لابني عروس احسن منك. شكل اسر حكى لك عني كتير. والعلم بقى، انا حبيتك على حبه ليكي، لان حبيب الحبيب بيبقى حبيب، ومن هنا ورايح عايزك تعتبري نفسك زي بنتي بالظبط. يا اهلا وسهلا. يا اهلا وسهلا، ده احنا زرنا النبي. ايه يا ام بلوزه اللي انت جايباه ده؟ ده انا بقول بتعملي لنا لقمه عشان البنوت اول مره تزورنا. لا متشكره يا عم صبري، مش قادره اكل والله. ليه يا حبيبتي ما تتكسفيش؟ ده انا اكلي زي الفل وربنا. طب بلاش انا اطبخ لك، هخلي اللي احسن مني يطبخ لك. ايه ده، هو انت بتطبخ يا عم صبري؟ يا اختي يا اختي على اكله وجماله. طب ده انا من كتر حلاوه اكله شاركته في المطعم الافتتاح بكره، اوعي ما تجيش ان شاء الله. ما تروح يا راجل تعمل لنا لقم. انت هتاكلي معانا؟ شوف الراجل لو من ايدك هاكل يا عم صبري. Thank you.
في غش يا طالبه. لو سمحت عايزين نعمل محضر غش هنا. الشركة كانت مضللة من غيرك يا مدام ليلى. متشكرة قوي يا أستاذ جلال، بس ينفع كده؟ ما مضيتش ولا قرار من ساعة ما قمت بالإجازة، أنت وكيل الإدارة يعني بدالي. لا يا فندم، أنا كل الشغل اللي متعطل مضيته حضرتك أول بأول، حتى اسألي الأنسة ليلى. ادخل. الأستاذ كامل. خليه يتفضل. اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. الحمد لله على سلامة حضرتك. الله يسلمك. من فضلك دول مجموعة بوالص فيهم شوية مشاكل، عايزين رأي حضرتك فيهم، لأن الأستاذ جلال ما كانش بيبص لحاجة خالص. طب حطهم هناك وتعالى آخر النهار خد اللي أنا خلصه. أوكي. طب أستأذن يا فندم. اتفضل أستاذ جلال. خير يا كامل، في إيه؟ من فضلك ما عدتيش تغيب عننا تاني، لأن الدنيا واقفة خالص. متشكر أوي، اتفضل. لولا خدي الملفات دي ورتبيهم حسب الأهمية. حاضر. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا وسهلا. لا لا لا، أنا زعلان جدا جدا. إيه الغيبة دي كلها؟ كل دي إجازة؟ وحشتينا يا ست الكل. متشكرة أوي، كلك ذوق. بقول لحضرتك إيه؟ الحكاية المرة دي يعني مصمصة كده وناشفة شوية. كنت طمعان كده إنك أنت تهودي معانا حبتين. حكاية إيه اللي مصمصة؟ أستاذ محسن حرام عليك، الأستاذة لسه جاية، مش معقول تخش عليها مرة واحدة كده بالشغل ولا مش شغل يعني. استني يا لولا. ايه الحكايه يا استاذ محسن؟ الحكايه والروايه يا خالته، مفيش حاجه. ده استاذ محسن كان عنده شقه عارضها للبيع، وانا فكرت ممكن نشتريها لمازن ودعاء، وبعدين لقيت السعر غالي قوي. ايه ده؟ هي الاستاذه ما عندهاش اي خلفيه عن الموضوع؟ لا ما عندهاش خلفيه عن الموضوع. انت مش كان ليك المصلحه تخلص وخلاص؟ انا اسفه قوي، مازن ودعاء هيقعدوا معايا، اصلا ما اقدرش اشتري شقه دلوقتي. خساره، كانت هتبقى شقه حلوه قوي. يلا معلش، الحمد لله على السلامه. اتفضل. انت ليه ما قلتليش على حكايه الشقه دي؟ ما عشان انا في الاول كنت فاكراها لقطه، وبعدين لما عرفت سعرها لقيتها غاليه قوي، وكمان لقيت دعاء فرحانه انها هتقعد معاكوا في الفيلا، قلت خلاص بقى بلاش ادوشك بموضوع ملوش لازمه. انا ما عملتش حاجه يا دكتور، هو اللي مستقصدني. احترمي نفسك. امال الورقه اللي متدبسه في كراسه اجابتك تبقى ايه؟ حجاب؟ خلاص يا وجدي، انا ما اقدرش اعمل لك حاجه في وقعه الغش دي. يا دكتور عشان خاطري انا كده مستقبلي هيضيع. انا كل اللي اقدر اعمله لك انك تكملي بقيه الامتحانات لغايه ما مجلس الكليه يطلع قراره، وساعتها بقى انت وحظك. يعني انا كده ممكن انجح في الماده دي؟ ما اعتقدش، انت وشطارتك في باقي المواد. ويلا اتفضلي بقى. حاجه غريبه والله العظيم يا دكتور، الطلاب مش عايزين يجتهدوا ولا يعملوا اي مجهود، وعايزين ينجحوا على الفاضي. بصراحه يا وجدي انت فاجئتني، دي اخر حاجه كنت اتوقع انك تعملها. تلميس حضرتك يا دكتوره، وانا فخوره بيك. ميرسي. بقول لك ايه، انا ما تنفعش معايا المواعيد البدري دي. هو ايه؟ هو انا رايح المرور اطلع المخالفات؟ اعمل لك ايه؟ ما انت طيرت من ايدي محو وقلت لي هظبط لك اللي اتقل منه، ومن ساعتها اختفيت ونسيت. هيثم ما ينساش، انا كنت بظبط الشغلانه. وظبطت؟ مش عارف. نعم يعني ايه؟ اصل الشغلانه دي معايا بقالها اكتر من سنه، اجيبها يمين اجيبها شمال، تقيله. حتى كل البنات اللي عندي مش هينفع يقوموا بيها، تقيله تقيله يعني. ايه اللي تقيله تقيله؟ ايه عايز توقع مين؟ محافظ البنك المركزي؟ فيلا تحفه في شارع الهرم تسوى 40 مليون جنيه. 40 مليون؟ ده بالميت، صاحبها راجل برنس من بتوع زمان، بيعوم في الفلوس. وده اللي عايزنا نوقعه؟ لا، الراجل ده سكته بعيده علينا، مش هنعرف نوصل له. نعم؟ ليه ان شاء الله؟ الله يرحم الجميع. اه لا، الله يرحمه. ورثته الوحيده بنته اللي كان مخلفها من واحده ست امريكانيه، والبت دي عايشه مع امها في امريكا. حد يسيب كل الفلوس دي ويمشي؟ ناس مستغنيه بعت عنك يما، بس عارفه صمصه مقاولين بنوك قلبوا الدنيا على البت دي عشان يجيبوها ويشتروا منها الفيلا وما لقوهاش. عارفه لو الفيلا دي اتهدت وطلعنا بمول بمحلاته بسينماته بجراجاته، اقل واجب 200 مليون جنيه. 200 مليون؟ طب وانا هعمل ايه في شغلانه زي دي؟ حلو، انت سالتيني وانا هجاوبك. اسمعي مني. قول.